هنروح للجمباز، والجمباز خبر الجمباز ده انا عايز بس قبل ما اروح له اتكلم عن نقطتين. النادي الاهلي في تعاقداته كلها في الالعاب الاخرى بيعتمد على حاجتين، او عنده محورين هو اللي بيختار بيهم اللعيبه. اول حاجه ان لاعب بيبقى بيعمل فرق، ما ينفعش اروح اجيب لاعب مش هيعمل فرق. طب ما خلاص، ما انا عندي قطاع ناشئين وعندي وعندي وعندي، اللاعب اللي يجي يعمل طفره اجيبه. وعلى فكره مش بس في الالعاب الجماعيه، في كل الالعاب. الحاجه الثانيه وهي انت بترعى الابطال دول عشان تقدمهم لمنتخب مصر يبقوا داعمين وركائز في منتخبات مصر. ده حصل في الجمباز. حاجه جديده بالنسبه لنا ان احنا نشوف النادي الاهلي بيسعى ويجيب حد في الجمباز، لا جايب لعيب لعب اولمبياد طوكيو اللي فاتت، وكان العربي الوحيد اللي لعب جمباز في اولمبياد طوكيو اللي فاتت، فكان لازم النادي الاهلي يكلمه عشان يجيبه ويرعاه، وان شاء الله في اولمبياد باريس يكون عامل شغل كويس. عمر العربي هذا اللاعب او لاعب الجمباز تعاقد مع النادي الاهلي، وكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي اعلن عن التعاقد عن عمر، طبعا دي صور التوقيع عن عمر العربي عشان يدعم صفوف النادي الاهلي في الجمباز لمده 4 سنوات قادمه. وقال كابتن رؤوف عبد القادر ان اللاعب وقع على العقود وخلص كل الاجراءات الخاصه بكده في صفوف الفريق، وده جه بهدف دعم الفريق باحسن عناصر عشان نقدر ننافس بقوه ونحقق الانتصارات في كل المسابقات. واكد كابتن رؤوف عبد القادر ان اللاعب كويس جدا، بالاضافه انه اضافه كبيره للجمباز الاهلي، خصوصا انه شارك زي ما قلت لحضراتكم في اولمبياد طوكيو اللي فاتت، وكان اللاعب العربي الوحيد اللي شارك في منافسات الجمباز. مكانك في الاهلي يا ابني. عمر كان حقق المركز الاول في بطوله افريقيا في منافسات الفرد العام، واللي اتلعبت في شهر 5 واللي فاتت في مصر، وكمان المركز الاول في بطوله افريقيا 2018، وكمان حقق المركز الثاني في بطوله كاس العالم 2019 في روسيا على جهاز متوازي. مستقبل يمكن كابتن رؤوف لاعب طايره، فالطول شويه الجمباز ما بيحتاجوش الطول. طيب احنا شفنا كابتن رؤوف قال ايه، هنشوف عمر العربي قال ايه. عمر العربي قال ان انا فخور بالانضمام لنادي القرن واتطلع لحصد الكثير من البطولات، ده كان تصريحه لبرنامج الابطال. اما لو رحنا طبعا لعمر زي ما قلت لحضراتكم، وقال انه هيشتغل من دلوقتي عشان يقدر ينافس على ميداليه اولمبيه في باريس 2024، ويقدر يشرف النادي الاهلي في كل المحافل العالميه والدوليه. واضاف انه كان سعيد جدا بالاستقبال الكبير والمميز اللي شافه من اول ما دخل النادي الاهلي، بدايه من الجهاز الفني للجمباز بالنادي لحد اللعيبه والاداريين والنشاط الرياضي وكل الناس. وقال انه مش قادر يوصف سعادته بوجوده جوه النادي اللي بيحلم كتير، اللي كان بيحلم كتير انه يبقى جواه واصبح جزء منه. ودي طبعا صور لتوقيعه جوه النادي الاهلي والترحاب بيه، وهو ده النادي الاهلي. اي لاعب جديد بيجي النادي الاهلي بيرحب بيه ترحاب كبير وبيحس انه مش غريب، ودي بتبقى اصعب حاجه على اللاعب انه داخل نادي جديد لو حس بالالفه وحس ان الناس مرحبه بيه، ده بيوفر وقت وبيختصر الطريق بشكل كبير جدا.